السلام عليكم، أنا محمود. اليوم تعالوا معي بنروح على السوبر ماركتات. هنا في ألمانيا معروف كثير أن اللحم الحلال والدجاج الحلال موجود في أماكن محددة، اللي محلات الأتراك أو السوريين أو الليبيين، المحلات العربية بالأصح اللي تبيع لحم حلال ودجاج حلال وحاجات زي كذا. بس اكتشفت أن كثير من السوبر ماركتات صارت تبيع لحم حلال، دجاج حلال، نغانق حلال، شاورما حلال، همبرجر، يعني لحم الشاورما، لحم مفروم جاهز على طريقة الشاورما حلال، همبرجر حلال، حاجات كثير كنا ندور لها وما نلاقيها إلا عند المحلات الحلال. لكن الآن تلاقيها في كل السوبر ماركت، مش في كل السوبر ماركت وإنما في كثير من السوبر ماركتات. واللي بيستفيد من هذه المعلومة الأشخاص اللي عايشين في قرى. أنا أعرف أصدقائي ساكنين في منطقة اسمها فيلدا، تبعد من المدينة تقريبا 30 كيلو، يضطروا يطلعوا قطار وباص علشان يوصلوا ياكلوا ياخذوا لحم حلال، بينما في عندهم سوبر ماركتات في المنطقة اللي هم فيها ممكن يلاقوا اذا يبحثوا في الثلاجة ويدوروا اغلى شيء بيلاقوا دقيق حلال، يعني على الاقل الواحد يحصل شيء واحد يمشي فيه حاله او يمشي فيه يومه، لان احيانا تكون مشتاق تاكل وما في منك الا بعيد، ما في غريب منك يعني بالاصح انك تضطر تروح الى مدينة ثانية. فالمعلومة هذه يستفيدوا منها اللي عايشين في القرى اكثر من اللي عايشين في المدينة. واللي عايشين في المدينة وحابين يجربوا، أنا جربت الدجاج الحلال من الكوفلاند، جربت لحم حلال من الريال، جربت نغانق من الريفي وحاجات كثيرة. والكل يجرب ويشوف السوبر ماركتات، وكل سوبر ماركت بيلاقي فيه شيء. ابحث بس بالثلاجة، دائما قلب الكرتون واغرق بتلاقي حلال. خليكم معي نروح السوبر ماركت. أكيد بتقولوا محمود الموضوع متكرر. لا، الموضوع هنا الدجاج 3000 جرام، الكيس كبير والحاجات كثيرة جدا. طبعا هذا سوبر ماركت ريال. الدقائق هنا تختلف أحجامه، 1400، 1200، هذه الأسعار، 1200 4 يورو 19، 1400 4 يورو 29، وهنا 1700 4 يورو 89. لكن الشيء الجديد، الشيء الجديد هنا هذه اللحوم، هذه اللحم لام، وهاي حلال، وهاي سيغان برضو حلال، وفي كمان، والله الثلاجة بردتني يا شباب. في هذا، هاي ما عليها الستيكر، هاي عليها الستيكر حلال. واللي حابب لحم من دون عظم كمان موجود هذا حلال. هاي قسم اللحوم. بغي شيء ثاني اوريكم اياه. هاي الخضار بتلاقيها في عدة سوبر ماركتات، يا تلاقي مسجل فوقها زي كذا فيجيتارش. هاي بالنسبة للشباب العزيمة بتستفيدوا منها. هاي زي ما هو، تاخذ الكيس تحطه، بس تحط له بهارات وملح في المغلى، واحلى وجبة على السريع. انا دائما اقدم نصايح للشباب، اما العوائل غدا سهله امورهم. وهنا في قطع الهمبرجر، هذه 36 قطعه حلال، وهذه نغانق، وهذا هذه حلال ولا مو حلال؟ على حلال مكتوب عليها حلال. وهذه برجر، وفي هذه كمان قطع اللحم. صراحة أنا جربت من هذه الحاجات، لا ما جربت كثير، يعني جربت هذا النوع تقريبا، هذا جربت، هذا كان طعمه حلو، وجربت هذا الدجاج طعمه حلو. وبوريكم كمان الشباب جربوا حاجة بس كنت مش موجود عندهم يوم ما جربوها، هذه قطعة لحم الشاورما قالوا حلوة جدا، عملوا منها شاورما في البيت يعني على السريع. هاي كمان قطع لحم بس انا ما جربتها. هاي اللي شفناها حلال موجوده، هذا في الريفي في الريال. وطبعا انا صادفت في الايديكا، في الريال، في الريفي حاجات حلال. طبعا البيتزا ما لقيت هنا في الريال، وانما انا اشتريها من الالدي، من الكوفلاند، من النتو، من البيني، تلاقي مسجل فوقها في جيتارش. ففي جيتارش خلاص يعني معروف نباتي، ما فيه دخول لا دهون ولا لحوم ولا اي شيء. بس هنا بتكمل بيتزا هذه كبير ما حصلت.
مستغرب. اللي عنده معلومة بالنسبة للحوم الحلال في أي سوبر ماركت يفيد الشباب، لأنه بصراحة بالذات اللي عايشين في غرى تكون أحيانا السوبر ماركت أغرب لهم وما في محلات عربية. فإذا في سوبر ماركت لحم حلال أفيدوهم، حطوا بالتعليقات عشان الناس تستفيد. ها شباب كمان في هنا سلامي، هذا لك عدة أنواع حلال. فزي ما قلت لكم الشباب اللي عايشين في القرى شوفوا في سوبر ماركتات كثير صارت تجيب حاجات حلال، فما في داعي تضربوا مشاوير لمدن بعيدة مشان تدخلوا سوبر ماركت عربي وتشتروا حلال. ربنا يسهل لنا ولكم تشوفوا وتلاقوا حاجات السهلة غريب منه. فالدال على الخير كفاعله، دلوا على الخير، الله يجزيكم على الخير.